صباح الخير طلابنا الحلوين، اليوم عدنا شرح موضوع القيمة المكانية للأعداد حتى 9999 للصف الثالث الابتدائي. بالنسبة للموضوع السابق احنا شرحنا الأعداد من ألف إلى 9999، وقلنا من يقول استعمل النماذج لأكتب رمز العدد، ابلق جدول القيمة المكانية. من يقول ابلق جدول القيمة المكانية ما يخلي أصفار يم العدد هنا، وإنما فقط نقوم نشوف النموذج الموجود ونكتب العدد، ومن ثم نكتب العدد بهذا الشكل زين. وكتبنا وحلينا التمارين. أتأكد مثلا عندنا هنا كم عدد الوحدات؟ 6. جقد عدد العشرات؟ 3. ما أخلي 30 صفر، لأن هنا ما يقول حدد لي قيمة مكانية، إنما يقول املأ جدول القيمة المكانية حسب النموذج الموجود. المئات جقد؟ 1. جقد ألوف؟ 2. فراح يطلع لي العدد 2136. 2136 أكتب العدد هنا. نفس الحالة هنا آحاد، عشرات، مئات، ألوف، هذا طبعا للصف الثالث الابتدائي عندنا ألوف. فأيضا نفس الحالة أشوف إيش قد عدد الوحدات هنا 3، إيش قد عدد العشرات 5، إيش قد عدد مئات 4، إيش قد عدد الألوف أحسبهن 3، فطلع لي من أجي أقرأ نبدأ من مرتبة الألوف، هي المرتبة الرابعة 3453 وهكذا. هذا الموضوع السابق هو كتابة الأعداد من ألف إلى 9999. نجي هنا يقول أريد القيمة المكانية للأعداد. شنو قيمة مكانية؟ مثلا أني عدي بصف الثالث الابتدائي الأعداد العدي متكونة من أربع مراتب، آحاد، عشرات، مئات، ألوف زين. مثلا أنا راح أكتب هذا العدد 4532، وعشان كتبته حسب ما أنا قريته 4532. هاي الاثنين وين مكانها؟ بالآحاد. إيش قد قيمتها؟ تبقى 2. هاي الثلاثة وين؟ بالعشرات. إيش قد قيمتها؟ 30. ليش كتبت 30؟ هنا دي يريدني أحدد قيمة مكانية، مكان العدد وين؟ بالآحاد، أكتب آحاد وأحط الثنين ما بها أصفار، لأن متكونة من وحدتين، يعني 1+1 صاير لي 2. هنا الثلاثة وين؟ بالعشرات، وقيمتها 30، وقيمتها 30، من جاية الثلاثين؟ من 10+10+10، وساوي لي 30. هاي الخمسة وين؟ بالمئات، إيش قد قيمتها؟ 500، خلي لها صفرين، ليش؟ متكونة من 500. يعني 100+100+100+100+100 وصايرة 500. وين مكانها؟ بالمئات، فقيمته 500. هاي الأربعة وين؟ هاي الأربعة بالألوف، إيش قد قيمتها؟ 4000. 4000 يعني 3 أصفار أحليلها، 4000. ليش؟ لأن متكونة من 4 ألوف، يعني 1000+1000+1000 خوش، وصاير لي 4000. أعيد الاثنين وين مكانها؟ بالآحاد، إيش قد قيمتها؟ تبقى 2، لأن متكونة من وحدات 2. الثلاثة وين مكانها؟ بالعشرات، إيش قد قيمتها؟ 30، لأن متكونة من 3 عشرات. الخمسة وين؟ بالمئات، إيش قد قيمتها؟ 500، لأن متكونة من 500. الأربعة بالألوف، إيش قد قيمتها؟ 4000، لأن متكونة من 4000. هذا مثال من عندي. القيمة المكانية طبعا هنا ناطيني ريد القيمة المكانية مال السبعة. أنا حقرأ لكم يا العدد 7251، 7251. شو ما تقريها هو صحيح. أدي يريد اللي خالي جواه خط يريد القيمة المكانية مالته. أنا أرد أباوع شلون أعرفها كنت شنو؟ آحاد، عشرات، مئات، ألوف. إذا عرفت إنه مكانه في مرتبة الألوف. إيش قد قيمته؟ 7000. أكتب 7000. خلي يمها أصفار. من يريد قيمة مكانية يعني لازم أصفار.
مرتبته وين؟ ألوف. أكتب في مرتبة الألوف وقيمته 7000. زين، يقول استعمل جدول القيمة المكانية. أنا استعملت جدول القيمة المكانية ويريده بالصورة التحليلية. يعني شلون بالصورة التحليلية؟ أنا حقول لكم شلون. مثلا أكتب لكم 5172. خوش، يريده بالطريقة التحليلية. راح أجي أحلل العدد ويساوي. أجي أول شيء 2 زائد 7 بالعشرات 70 زائد 100 زائد 5000. هاي بالطريقة التحليلية، زائد 5000. ما يصير أكتب 2 زائد 7 زائد 1 زائد 5، لأن راح أجي أجمعها 2 و7 9 10 15. لكن تعالوا نجمع هاي، راح يطلع لنا العدد هذا 2 زائد 0 2 زائد 0 2 زائد 0، نزلت 2. 7 زائد 0 زائد 0، نزلت 7. 1 زائد 0، ينزل 1 والخمسة تنزل. هذا العدد هو نفسه هذا العدد، هذا نفسه هذا. لا، إذن هذا خطأ هذا صح. شوي انتبهوا لي على هذا. زين عيني، هاي بالطريقة التحليلية. أحلل العدد بالطريقة التحليلية، يعني شلون؟ عدي هذا العدد 5713 أو 13، كتبته بهذا الصورة. أريد أسويه بالطريقة التحليلية، أكتب 3 زائد 10 زائد 700 زائد 5000. نجي على فقرة أتأكد، نجي على فقرة أتأكد. اكتب اسم مرتبة الرقم الذي تحته خط، ثم أحدد قيمته المكانية. عندنا 1345. بعد شو نقرأها؟ 1345. عدي أباوع اللي جوا خط من هو الخمسة، يريدني أعرف قيمته المكانية. الخمسة وين مكانها؟ بالآحاد. أكتب اسم المرتبة الآحاد، شقد قيمته؟ تبقى 5. الخمسة مرتبتها وين؟ اكتب اسم المرتبة آحاد، شقد قيمتها؟ ثم أحدد قيمتها المكانية، ديريت قيمتها المكانية 5. نجي هنا 2000. بقى انتبهوا عليه شلون أقرأ رمز العدد. 2603. شكرا أم حسين، عاش نبضك، وشكرا أستاذ أبو تقى، رحم الله والديك. عدي العدد 2603، أريد الصفر. الصفر وين مكانه؟ طبعا الصفر بالقيمة المكانية بأي مكان يكون هو قيمته نفسها صفر، نفسها صفر. يعني هنا 2603 الصفر وين مكانه؟ بالعشرات، بالعشرات. إيش قد قيمته؟ تبقى صفر. 2154. الواحد وين مكانه؟ بالمئات. أكتب مئات، إيش قد قيمته؟ 100. هو في مرتبة المئات فقيمته 100. 9117 أو 9117. التسعة وين مكانها؟ بالألوف. إيش قد قيمتها؟ 9000. نجي هنا، اكتب العدد بالصورة التحليلية. أقرأ العدد 7934، آحاد، عشرات، مئات، ألوف. أبدأ من الألوف أقرأ 7934. من جاي بالصورة التحليلية؟ أبدأ أحلل هذا العدد من 4، تبقى نفسها بمرتبة الآحاد، زائدا 30. انتبهوا، خلي صفر لأن يريد هنا بالصورة التحليلية، يعني قيمتها المكانية أيضا لازم تنكتب، زائدا 900 زائدا 7000. زين، هذا أيضا العدد 2657، جاي من 7 زائد 50 زائد 600 زائد 2000. 1 2 3 3 أصفار. اكتب العدد بالأرقام،
من الصورة. أنا هنا العدد شو مسوية محللته بالصورة التحليلية، أريد أكتبه بالرقم عادي أو عدد عادي. مثلا عندي 2، راح أسويكم إياه هنا، 2 زائد 10 زائد 500 زائد 7000. أوكي، أريد أكتبه عدد أو بالأرقام، إيش راح أسوي؟ راح أكتب 7 وين؟ بالألوف. أكتب 5 بالمئات، من ثم 2 ومن ثم 10، فصار 7512. 12 أجي أكتب هنا 7512. زين، هنا نفس الحالة، أباوع عديت 4 مراتب، آحاد، عشرات، مئات، ألوف. أبدي بالألوف، 9000 أخليها بالمرتبة الأخيرة، و876. هنا أكتب، هو ناطيني إياه بالطريقة التحليلية، أنا سويته عدد. هنا ناطيني إياه عدد، سويته بالطريقة التحليلية. زين عيني؟ يقول ما القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 6513؟ أباوع الستة وين مكانها؟ أعرف شلون أعرف أحسبها؟ آحاد، عشرات، مئات، ألوف، إذا بالألوف. إذا يقول ما القيمة المكانية إلها؟ 6000، بما إنه هي بالألوف إذا 6000. يعني إذا الأعداد اللي قدام أسويها أصفر ومن ثم أنزل الستة، 6000، هاي القيمة المكانية مالتها. زين، نجي هنا اكتب اسم مرتبة الرقم الذي تحته خط، ثم أحدد قيمته المكانية. اللي هنا 2351 أو 51، الواحد وين مكانه؟ أكتب آحاد، إيش قد قيمته؟ يبقى واحد. هنا 2671، السبعة وين مكانها؟ عشرات، إيش قد قيمتها؟ 70، لأن بالعشرات متكونة من 7 عشرات. 5431، الأربعة وين مكانها؟ مئات، إيش قد قيمتها؟ 400. شلون عرفت؟ لأن الأربعة بالمئات متكونة من 400، يعني 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 وصارت 400. 6543، أريد الستة وين مكانها؟ بالألوف. الألوف إيش قد قيمتها؟ 6000، متكونة من 6000، نجمع حين يصير 6000. هنا يقول اكتب العدد بالصورة التحليلية. يلا تعالوا نحلل. أول شيء نكتب 2 بدون أصفار، ثم 3 في مرتبة العشرات قيمتها 30، 1 في مرتبة المئات قيمته 100، 4 بالألوف قيمتها 4000. نجي هنا 6 بالآحاد تبقى 6، متكونة من 6 وحدات، 2 بالعشرات قيمتها 20، متكونة من 10، يعني الصفر يبقى صفر بأي مكان، والسبعة متكونة من 3 أصفار، لأن 7000، العفو، من 7000، فتكون 7000. يقول مع أنس 7845 دينارا، ما القيمة المكانية لكل رقم من هذا العدد؟ نجي نكتب 7845، الخمسة قيمة المكانية تبقى 5، 4 40 تصير، 8 800، 7 7000، القيمة المكانية لكل عدد من هاي. إن شاء الله عيني، إن شاء الله أبث دائما، إن شاء الله. إذن 5 بالآحاد 5 وحدات، 4 بالعشرات 4 عشرات، 8 بالمئات 800، و7 بالألوف 7000. زين، ما القيمة المكانية للرقم 0 في العدد 6024؟ تبه هنا ما قلت مئات، إذن الصفر يبقى صفر، قيمة مكانية قلنا بأي مكان هو يبقى صفر، عين الصفر في أي مكان يبقى صفر، فالقيمة المكانية للصفر يبقى صفر، أسلو بمئات الملايين يبقى صفر. ما أكبر عدد يمكنك كتابتها باستعمال الأرقام التالية دون تكرارها؟
عندي هنا 7543، 7543. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع أمنياتي لكم بالموفقية والنجاح إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.